اما عن ميار شريف يا احمد، لعبه التنس المصريه الحقيقه شرفتنا. يعني النهارده كنت صحيت من بدري جدا بس عشان اتفرج على مباراه ميار شريف مع كارولينا بليسكوفا، لاعبه تشيكيه قويه جدا، يعني الرابعه على العالم والثانيه في رولان جاروس، مصنفه الثانيه في رولان جاروس. والحقيقه انا ما توقعتش انه اشوف لاعبه مصريه مش بس بتنافس في الدور الرئيسي ببطوله من البطولات الاربعه الكبرى او بطولات الجراند سلام زي بطوله رولان جاروس واراضي ترابيه احمد، وما اصعب الاراضي الترابيه، يعني يمكن نادال بس هو اللي مهيمن على حاجه زي دي. بالنسبه لك انت، بالنسبه لي انا بيس اوف كيك. بيس اوف كيك، هنلعب ماتش مع بعض ونشوف. فالحقيقه انه الاقي انه لاعبه مصريه بتاخد مجموعه اولى بتاي بريك من لعيبه زي كارولينا بليسكوفا، ويمكن كنت بحكي لك يا احمد انه بليسكوفا انا شفتها لايف كتير وهي بتلعب وعملت معاها لقاءات كتير، لعيبه قويه جدا، سيرف قوي جدا وفور هاند قوي جدا، لعيبه الحقيقه ثقيله. انه نلاقي لعيبه مصريه بتاخد منها مجموعه اولى بالشكل ده وتقدر ان هي تقاتل للاخر، ونلاقي الصحف العالميه كلها بتتكلم عنها، ويمكن خسرت المباراه بس خسرت باداء مشرف واداء يمكن الخبره طبعا بتلعب بدور في حاجه زي دي. احمد، خليني اقول لك حاجه ساره، يعني رغم طبعا من انه انا مش مع فكره ابدا انه ان انا اربط الخساره بالاداء المشرف، انا دايما بحب فكره الفوز واحب ان انا اكسب عن جداره. يعني في اوقات كتيره جدا وبالذات في الكوره بنشوف ماتشات بتتخطف منك، يعني تبقي مسيطره طول الوقت وتتغلبي بجون او بهجمه مرتده. حتى الفوز ده بالنسبه لي مش ممتع على الاقل، لكن انا بيتهيالي انه في مكاسب كتيره جدا من ماتش امبارح او من مشاركه ميار في رولان جاروس، لانه انت بتتكلمي على واحده من اكبر او من اهم اربع بطولات على مستوى العالم، دي نمره واحد. نمره اتنين، الاداء اللي قدمته بيقول ان احنا عندنا مشروع لعيبه كبيره بالزبط. في التنس بالزبط. وده اللي بيتهيالي المفترض انه ميار واتحاد التنس طبعا او كل المهتمين بان الرياضه دي في مصر تاخد مساحه اكبر شويه يشتغلوا عليه الفتره اللي جايه. حتى خساره المباراه دي انا متاكده ان هي بالنسبه لميار مكسب، لانه زي ما بقول لك كارولينا بليسكوفا لعيبه مش قليله، وان هي تقدر من اول مره ليها مشاركه في دور رئيسي في رولان جاروس وتقدر ان هي تقدم الاداء ده، دي مكسب كبير جدا بالنسبه لها، واحنا فعلا قدام بطله كبيره في المستقبل ويمكن تنقل التنس المصري حته ثانيه خالص. احنا ما عندناش ابطال كتير قوي في التنس، طبعا ما عندناش تاريخ في التنس، بس عندنا الجيل الجديد يعني بيتكلم لغه مختلفه. يعني ما اعتقد انه القوالب اللي كانت موجوده قبل كده الاجيال اللي موجوده في مصر النهارده قادره انها تكسرها وتغير من، يعني بنشوف صلاح نموذج مثلا، طبعا ما حدش كان يتخيل انه يبقى عندنا لاعب مهم في دوري مهم زي الدوري الانجليزي، مش بس كده ده هداف فرقته ويكاد يكون. وانا بيتهيالي انه صلاح لو كمل مع ليفربول، عارف ناس كتير جدا بتحلم تشوف محمد صلاح في نادي زي برشلونه او في نادي زي ريال مدريد، بس انا بيتهيالي انه صلاح لو كمل مشواره في ليفربول قادر ان هو يكون واحد من اهم واكبر اساطير النادي. عشان كده الحقيقه بقول لك انه الجيل الجديد عنده وعايز وعنده القدره، واتمنى ان شاء الله وهنشوف في الاولمبيكس الحقيقه، ونشوف برضو تقريبا المصري كمان محمد صفوت، وان شاء الله يشرفونا. على كل الاحوال ميار شريف بدايه قويه، ونتمنى ان شاء الله انها تستمر في ما هو قادم.